نشوف تقرير عن معادلة النصر. عفوا، فهذا التقرير باللون الأصفر فقط. اسمحوا لي، فهذا اللون هو لون الذهب، والذهب لا يحب إلا نفسه. طال الزمان أو قصر، فهذه هي معادلة القدر. وبمصطلحات محبي الحساب، نون زائد فاء زائد جيم أصبح الناتج ذهب. فهل من خبير لفك هذه المعادلة؟ اعذروني، قد لا أكون ملما بالمعادلات الحسابية، لكن هذه المعادلة لا تحتاج حتى لاستخدام الآلة. نصر قاده فيصل بن تركي وسانده جمهوره، فكانت النتيجة الطبيعية هي الذهب. معادلة الفوز السهلة الحل صعبة التنفيذ. لكن كيف تكونت عناصر معادلتنا؟ فهي لم تأتي من العدم. كيان النصر موجود منذ القدم، لكنه انتظر قائدا بحجم فيصل بن تركي بعقلية احترافية ركز فيها على العمل وخدمة هذا النادي الذي اشتد عوده في حبه. اكتمل عنصران من عناصرنا، وكان العنصر الثالث ينتظر إشارة فقط ليدخل ويكمل هذه المعادلة. جمهور الشمس العريق الذي انطلق من الموسم الماضي ودخل في تكوين هذه المعادلة وبقوة. تحضر النتيجة الحتمية في اكتمال تلك العناصر، الذهب. فهكموها يا رياضيين وأطلقوا عليها معادلة الذهب للذهب. برنامج كرة، عبد المرشود. فهد، نون زائد فاء زائد جيم يساوي ذهب. زي ما قلت لك، عدالة الكرة وهذه عدالة الذهب. الآن أنا أعتقد النصر معادلة. أنا أقول النصر معادلة، سوري، أنا أقول النصر توليفة تصلح مع بعض كمجموعة، كتركيبة من رئيس إلى مدرب إلى 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 نجوم استقطبهم الفريق من كل مكان. يمكن أنا كتبت مقالة عن خالد الغامدي وتكلمت وقلت قد يكون كل لاعب على طاري خالد الغامدي، يعني أنا جبتها بالعاني إني أتكلم فيه، سواء جلس في النصر فهذا ما يعني نتمناه كلنا كجماهير، وإن ذهب الله يوفقه لأي فريق آخر. لكن احنا كلعيبة عشنا وشفنا ولمسنا التوليفة والمجموعة، قد تكون انت لا تنفع إلا مع هذه المجموعة. فأعتقد مجموعة نادي النصر وتحقيق لهذه البطولات وهذه الأرقام وهذا الشيء جت من مجموعة الأسرة الواحدة كتوليفة واحدة مع بعض، فيها الحب والإخلاص والتعاون والروح والحماس من كل شيء، من إدارة، من جماهير، من لعيبة. فما هو شرط أنك تطلع من أي مكان أو تنجح. شفنا الكبير في اللعيبة، شفنا محمد نور، شفنا حسين عبد الغني كم عمره وهو الآن كيف يعطي. هذه ناتج توليفة وناتج أسرة واحدة محبة.